معكم صمد صدق فنان مغربي. كنت ديما مأجل فكرة الدخول في المجال الفني بشكل مباشر حتى كما كيقولوا يكون بعد عندك واحد الحاجة مضمونة، شهادة جامعية، وتال الأباء يعني الوالدين واخا كيشجعوك ولكن تهما كيخوفا عليك كيبغيو يكون عندك بعدها شي حاجة مضمونة. فقررت أنه تنكمل الدراسة ديالي وناخد الماجستير ديالي في التسويق وعاد ندخل وإفكس موضك شي اللي درت. الأغنية الأولى كوني ليا اللي تعاونت فيها مع الملحن ديالنا مروان أصيل، كلمات وألحان مروان أصيل. مهم كنت في الأول باش ندخل المجال كنت تواصلت مع بزاف الملحنين والشعراء، منهم مروان أصيل، ومني جلسنا أنا ومروان أصيل واتفقنا وسمعت شنو عنده وسمعت كان واحد الانسجام فني يعني، لقيت عنده داك الشيء اللي الذوق ديالي الفني. فكنا في فترة ديال الصيف فداك الشيء علاش كان الاختيار الكونيليا كان هذا النوع من الأغنية باش يعني موال من الصيف وموال من يعني أغنية خفيفة شبابية. التعاون مع حسن الكرتي، أنا كنت أتابع حسن الكرتي من مدة يعني أصلا وأنا كان قرأ كنشوف الأعمال ديالو زعما الإخراج ديالو الصورة وخدمة زعما زوينة. فداك الشيء علاش بناء على هادشي قررت انني نتعامل معاه ونتواصل معاه وتم زعما الاتفاق، وان شاء الله يطلع الفيديو كليب بصوره جميله. انا اليوم مع شركه شاهين ميوزك تحت اشراف واداره شاهين البابطين، شركه عربيه ديال اكتشاف فماشي اكتشاف مواهب، شركه شركة كتضم مجموعة من الفنانين في العالم العربي من مختلف الدول، وكنت سعيد جدا لانضمامي لهذه الشركة وكنمثل المغرب، هذا ديما كيشرفني. وان شاء الله غادي تسمعوا تعاونات زوينة سواء مغربية ولا خليجية مع شاهين ميوزك قريب بزاف. غتغني خليجي؟ باذن الله الخطوة القادمة. اولا باش ندخل او نسمع الاغنيه الخليجيه اللي خلاني هم الفنانين المغاربه اللي غنوا خليجي، من يعني انطلاقا منهم بديت كنسمع خليجي، فمن بعد طورت وليت كنمشي كنكتشف فنانين خليجيين كيغنيو اغنيه خليجيه. فمع الاستماع الدائم كتاخذ عربه من هنا، تكنيك من هنا، اسلوب مغنى، اللهجه هي ضروريه، خاصك تكون متقن للهجه باش تأدي الاغنيه. ومن بعد بديت كنحط ديكوفر، لقاو اقبال، جاوني متابعين من المغرب ومن الخليج والشرق الاوسط. ففوالا لقيت ان كاين اقبال على الاغنيه الخليجيه بصوتي، فمن هنا جات الفكره انني ان شاء الله أن الخطوات القادمه غادي تكون باللهجه الخليجيه باذن الله. بصح يعني هاد الدائره اللي كنشوفوها بزاف كلشي اتجه للغناء، انا ماشي ضد انه يعني انا بالنسبه لي المنتوج الفني اكيد عنده مقومات، خاص الصوت جميل، لحن، كلمه، ولكن الى
الا الصوت مثلا شخص ما عندوش صوت وقدم لي منتوج فني، راه انا اللي نقدر نكون ضد، ولكن نكون في الطوموبيل غادي نسمع الاغنيه غادي نتمايل معها تعجبني. دونك انا مع الباكج يعني مع المنتوج ككل، الا كان المنتوج زوين انا مع داك الفن او يعني المنتوج هادف انا معاه، الا كان غير تخربيقه راه بالنسبه للفكره التصوير في طنجه، اولا طنجه مدينه زوينه كيعجبني كنحس بها مدينه مفوجه. وعلاش اختارينا بالضبط طنجه وماشي مدينه اخرى؟ الاسباب لوجستيكيه وتقنيه بحته، يعني كان اسهل لينا اننا نصوروا الفيديو كليب في طنجه على انه نصوره في مدينه اخرى. كلمة أخيرة كنوجه تحية كبيرة لكاع متتبعين موقع أشواقع، كنشكر كاع المتابعين ديالي اللي كيشوفوني من خلالكم، كاع أصحابي عائلتي وأي شخص وثق فيا، بتشجعكم أنا مستمر وإن شاء الله الجديد غادي يعجبكم. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.